فعاليات الملتقى الأول لتحالف جامعة الدلتا واللي بتنظمه جامعة المنصورة ابتدى، وده طبعا الجامعة اللي في خلال رئاستها للتحالف السنة دي. الملتقى بيتم بحضور ومشاركة 250 طالب بيمثلوا مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة بإقليم الدلتا. نعرف تفاصيل أكتر معانا على الهاتف الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك والسلام المشاهدين. الملتقى الاول لتحالف جامعات الدلتا، رساله وراء انعقاد هذا المؤتمر؟ هو طبعا في اطار الخطه الاستراتيجيه لوزاره التعليم العالي اللي اطلقتها الوزاره في مارس 2023، جامعه المنصوره بتقود هذا العام تحالف اقليم الدلتا، وفيها اكثر من 10 جامعات حكوميه وخاصه واهليه وتكنولوجيه. وفي هذا الاطار عملنا يعني تعارف بين الطلاب الاول، يعني الحمد لله عملنا استقبال لعدد حوالي 52 طالب من يوم السبت حتى يوم الخميس القادم، بحيث يتعرفوا على بعض من خلال انشطه داخل معسكر جمصة في رحاب جامعه المنصوره. وان شاء الله لدينا لقاء غدا مع رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وممثلي الجامعات في اطار وضع خطه تنفيذيه لتطبيق الخطه الاستراتيجيه لوزاره التعليم العالي. مين ابرز الجامعات اللي هتكون بتشارك في الملتقى يا دكتور؟ كل الجامعات اللي موجوده في اقليم الدلتا، جامعه المنصوره الحكوميه اللي هي مستضيفه الحدث، جامعه دمياط، جامعه حورس، جامعه الدلتا، جامعه المنصوره الاهليه، جامعه المنصوره الجديده، جامعه طنطا، جامعه صقر الشيخ، جامعة مدينة السادات، جامعة سمنود التكنولوجية، كل الجامعات اللي موجودة في الإقليم الحقيقة أبدوا استعداد وكلهم أرسلوا الطلاب وحاضرين معانا بكرة إن شاء الله في الحدث اللي هندشن فيه خطط تنفيذية إن شاء الله على مدار الفترة القادمة، إيه اللي هنعمله في إطار إنشاء برامج جديدة، تبادل طلابي، هنعمل إن شاء الله برامج بيننا وبين بعض كلنا، هنعمل وحدة واحدة معامل مشتركة. هنسعى لتدويل جامعات اقليم الدلتا. عظيم. ازاي نقدر نقدم خدمه لاقليم الدلتا؟ يعني حضرتك طبعا اكيد عارفه ان اقليم الدلتا يمثل اكبر اقليم بعد اقليم القاهره، يعني احنا عدد سكاننا حوالي 24 مليون نسمه، وبالتالي يعتبر من اكبر الاقاليم بعد اقليم القاهره الكبرى. ومن ثم علينا عبء كبير امام اهالينا داخل اقليم الدلتا، ان شاء الله نقوم بتقديم خدمه متميزه على مدار العام القادم إن شاء الله. يعني ده هدف رئيسي من الأهداف الخاصة بتدشين هذا الملتقى الأول لاتحاد تحالف جامعات الدلتا. عايز أسأل حضرتك يا فندم هنا، إزاي أربط ما بين المجتمع الجامعي وكل هذه الكليات والمعاهد والجامعات المنتشرة في إقليم الدلتا وخدمة المجتمع، تقديم خدمات للمواطن وتبقى معبرة فعلا عن بيئة الدلتا وبتحل بعض المشاكل اللي موجودة؟ احنا اولا عندنا مشكلة خاصة يعني بالرعاية الصحية، عايزين ننشئ برامج متنوعة متخصصة في الرعاية الصحية. عندنا مشكلة المياه، عندنا مشكلة الغذاء باعتبار ان الدلتا من المحافظات المتميزة بالانتاج الغذائي. عندنا مشكلة في الطاقة الجديدة والمتجددة، هننشئ برامج نوعية متخصصة بشراكات اجنبية في هذا المجال. ايضا لدينا اشكاليه ان كل جامعه بتقدم خدمه منفصله للمواطنين المحافظه بتاعتها او المحافظات الحدوديه. احنا ليه ما نعملش قافله واحده تقوم بارسال قوة جباره من كافه الخدمات لاهالينا على المحافظات زي حلايب وشلاتين، زي العريش، المحافظات الوادي الجديد. طبعا كلنا ما نبعت 10 جامعات مشتركه، خلينا جامعه واحده تشارك، نعمل قوافل طبيه، قوافل زراعيه في كل المجالات، ان شاء الله هيكون قوه واحده وتحالف فعلي وفعال. اعداد المشاركين في فعاليات الملتقى، هل معانا عدد مبدئي دكتور نقدر نقوله؟ احنا معانا 250 طالب، منهم هيئة الاشراف من كل جامعة، حوالي 20 طالب ومشرف ومشرفة. ان شاء الله غدا جاي لنا ما يقرب من 65 صف جامعة،
من رؤساء الجامعات ونوابهم عزيز. واعضاء هيئه التدريس سواء كانوا عمداء او ممثلين للجامعات، لان احنا هنشتغل يعني ان شاء الله غدا يعني هنضع الخطه التنفيذيه ونشكل اللجان اللي هتنفذ الكلام ده عزيز. اللي هنتفق عليه ان شاء الله يعني. دكتور شريف، هل هيكون في موعد دوري هيتم تحديده لتدشين هذا الملتقى سنويا وبمشاركه اكبر واوسع من هذا العام؟ لا، هو ده هيعتبر اكبر مشاركه، لان احنا جامعين كل الجامعات الموجوده في الاقليم. انما ان شاء الله كل 3 شهور هنتابع ايه اللي تم تنفيذه، لان جامعه المنصوره هيكون في آلية للمتابعه للقرارات او مخرجات هذا الملتقى. بالظبط كده، من خلال جامعه المنصوره مستضيفه الحدث، وهي باعتبار من الجامعات الاقدم في الاقليم، فهي مسؤوله عن تنفيذ الخطه الاستراتيجيه هذا العام، وفي نهايه السنه بتقدم تقرير لمعالي وزاره التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات ايه اللي تم وايه اللي هيتم بعد كده وكيف يتم متابعه الاحداث. دكتور، فكره وجود يعني تحالف ما بين الجامعات او زي ما بنقول كده في الدلتا، هل في دعوه ممكن تطلق من خلال الملتقى اللي عند حضراتكم لوجود مثل هذا الملتقى في مختلف الأقاليم المختلفة لمصر، ويبقى في عندنا تحالف كبير ما بين الجامعات؟ احنا لدينا الوزارة التعليم العالي، الحقيقة معالي وزير التعليم العالي، الحقيقة أنا لازم أقول كلمة حق، هو صاحب فكرة تقسيم الأقاليم وهو اللي وضع اقترح الخطة الاستراتيجية، والحقيقة شاركنا فيها كلنا، ومن يوم 7 مارس 2023 وتم تقسيم المحافظات الجمهوريه الى 7 اقاليم. القاهره الكبرى، اسكندريه، شمال الصعيد، وسط الصعيد، جنوب الصعيد، الاسماعيليه، الدلتا، وكل اقليم النهارده عارف ايه هي الجامعات اللي معاه، وقال ان اقدم جامعه هي اللي تقود الاقليم. هيشكل مجلس تنفيذي على مستوى الجمهوريه يرأسه معالي الوزير ورؤساء أقدم الجامعات في 7 أقاليم. أيوه، يعني حاجة عظيمة جدا فكرة وجود ملتقى بيضم الجامعات وبيحصل فيه تبادل الأفكار وكمان تبادل الخبرات وتبادل للطلاب. مجهود محمود ليكم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، شكرا جزيلا لحضرتك.